مرحبا. أهلين. مرحبا مري. بدي استفسر عن التوابيت. تبوت تبوت، شو بدك تستفسر عن التوابيت يا طارق؟ كيف من جوا مبطن بلا بطانة؟ شو القماش؟ شو نوع الخشب؟ عندك حدا تخمين يعني عم بتحضري له؟ عم بحضر لحالي. لحالك؟ ايه؟ حدا بحضر لحاله؟ ايه لك ايه؟ فوت نحي يا واحد وتعالي. انا بستفول اذا بفوت بهيك محلات. كيف بدي فرجيك التابوت وبدك تستفولي؟ ما عم بفهم انا من اللي. الخشب عندكم ضيان ولا بدون؟ لا بضاين 20 سنة. بدك اكثر من 20 سنة؟ ايه اكثر. عم ميت وكثير الحشره؟ ايه لكن بكي شيء جاي توصي على التابوت بكي شيء طبيعيه؟ طيب ليك في كفاله انه ما بدوي؟ هلا عم تحكي جد انت؟ كيف انا بدي اتامن على حالي من السوس ما ياكلني؟ الانسان الدود بده ياكله، اي سوسه بدها ما تاكلي. ما بدك تعمل لي ضمانه؟ اعمل لي ضمانه بتروح انطرك بالمقبره؟ لا لا ما تنطرني. بقفل عليك وخلي المفتاح الزيت بتاعي 20 سنة. طيب شو عندك ألوان؟ شو عندي ألوان؟ ايه عندي أبيض وأحمر وأزرق وأخضر. ايه كل الألوان. بدي لون مفرفح. بحب الفرفحة. أيوة بحب الفرفحة هونيك. ايه بدك تركب لك 4 دواليب كمان عليه؟ أيوة شوكي فيه. إذا بتفزعي من العتم بنمد لك انستلاسيون كهرباء، بس بصيروا بدك تعملي اشتراك. بدي مخدي ريش نعام. ريش نعام؟ ايه. بدك تنيزي حالك هونيك؟ ايه. بلكي غشيتوني وحطيتولي ريش دجاج. بدي حدا يكون يحمل وما يخطخضني. يخطخضوكي؟ شو بن يرقصوا فيكي هني؟ شو بعرفني شو بيعملوا؟ هاي صاحبة المحل. ايه كيفك حبيبتي؟ ان شاء الله بخير. اموريني اي خدمه. عم بيسال على تابوت ماشو منيح. وماشو جوا؟ ايه من جوا. تابوت حيلا تابوت يحطونا فيه ويودونا وخلاص. يا كيفك؟ واحنا حنشوف شيء؟ عم يحطونا بالتراب ونمشي. لا عادي اعملوا معي. القماش منيح؟ قولك بيعمل حساسية شيء؟ بيعمل حساسية؟ ايه حساسية؟ ايه حساسية عشو؟ عبشرتي شو؟ هلا بس يموت الواحد تموت الحساسية معه. هو الواحد بس يموت ايه؟ يعرف شيء ولا حساسية ولا شيء حيموت وخلص. منين بتعرف انت؟ كل اللي دفنتون ما حدا رجع خبرني شيء. لا واحد. لا 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 كيف أنا بحس فيها الحساسية. بتحس فيها؟ إيه. لا بنعمل لك قماشة منيحة لكن. طيب اللون شو بتحطه؟ أنت شو بدك لون أبيض؟ لا 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 لكن لا شو لا. بدي؟ فوشيا. فوشيا؟ إيه أنا في فوشيا. في فوشيا جوا. القماشة فوشيا؟ إيه. ومن برا الخشب لونه بني؟ لا. كيف لا يا طعم؟ أبيض. أبيض؟ إيه ما الأبيض للشباب وللصبايا. ايه انا شو بني؟ والله ضحكتني. بتجيبي حدا من اهلك؟ ايه بيشوف التابوت. احلى ما نغشك بس تروحي تحكي فينا بالعاطل هوني. ايه ان شاء الله بتعيشي 200 سنة. 200؟ ايه بخرفوا بصيروا تضحكوا علي. معلش الواحد يخرف احسن. ممنونتك انا. تسلم. الراس والعين. تسلم. الله يطول بعمرك وعمرك يطول. ميرسي.